الزمالك اولا قولا وفعلا. يا صباح الفل على كل مشاهدينا في كل مكان، حلقه جديده من برنامجكم نهارك ابيض، حلقه يوم السبت 3 فبراير 2024، ونهار ابيض سعيد على كل جماهير نادي الزمالك العظيمه في كل مكان. طيب الكلام حلو، لكن الكلام الحلو لما بيتحول لافعال بتزيد حلاوته بشكل كبير جدا جدا جدا. احنا قدام ناس او قدام مسؤولين من مجلس ادارة نادي الزمالك، ناس فعلا جاية تخدم من قلبها نادي الزمالك بكل اخلاص وبكل تفاني وبكل خبرة وبكل حنكة. الفترة اللي فاتت نادي الزمالك بيدار من خلال مجلس ادارة زملكاوي 100%، وده يعني اللي تحول لافعال واللي تحول لحقيقة على مدار الايام اللي فاتت. مجلس ادارة نادي الزمالك وعد فأوفى. مجلس إدارة نادي الزمالك حتى الآن يعني في فترة صغيرة جدا يعني حقق حاجات يعني كانت خارج كل التوقعات بالنسبة لكل جماهير نادي الزمالك. لو اتكلمنا على إنهاء أزمة القيد فدي خطوة حصلت بإعجاز رغم كل التشكيكات والأقاويل والناس اللي قعدت تتكلم يعني الفترة اللي فاتت، فإن الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك نجح في انهاء هذا الكابوس اللي كان مؤيد النادي بصراحه بشكل كبير جدا جدا، وكان مكتف النادي على مدار يعني السنوات اللي فاتت مش الشهور اللي فاتت. لكن يعني بمهاره بقى مجلس اداره نادي الزمالك المهاره الكبيره، وخلال 3 شهور بس قدر يخلص نفسه كمجلس اداره يعني مسؤول عن نادي كبير بحجم نادي الزمالك، ويخلص ويريح كل جماهير نادي الزمالك من هذا الكابوس، وخلاص نادي الزمالك أصبح حر كده طليق يأيد بقى زي ما هو عايز، يتعاقد زي ما هو عايز من دلوقتي وإن شاء الله لحد يعني كل السنين اللي جاية ما يحصلش أبدا مرة أخرى يعني مثل هذه المشاكل اللي عرقلت مسيرة النجاحات وعرقلت مسيرة يعني الاستقرار إلى حد ما داخل نادي الزمالك خلال الفترة اللي فاتت. لو جينا على قصة تجديد عقود اللعيبة فالبداية طبعا زي ما احنا كنا عارفين من عند أزمة أحمد فتوح، واللي برضو زي ما أنا بقول مجلس إدارة نادي الزمالك بكل مهارة وبكل حنكة ليه؟ عشان أكيد هي بدايتها كانت في أزمة أحمد فتوح اللي خلصها ونهاها مجلس إدارة نادي الزمالك وجدد عقد أحمد فتوح بعد برضو كان كلام طلع يعني ساعتها وقتها ومش عارف إيه ومضى فين وراح فين. لكن مجلس إدارة نادي الزمالك أو المسؤولين داخل نادي الزمالك يعني عايز أقول ببادي كده نيموا الناس كلها، وفي الآخر عملوا الصالح العام وعملوا اللي هم عايزينه من خلال تجديد عقد واحد من أفضل وأكبر اللعيبة في مركزه في أفريقيا مش بس في الدوري المصري، وهو طبعا أحمد فتوح. حتى التعاقد مع لعيبة تانية داخل نادي الزمالك، وزي ما احنا شفنا خلال الفترة اللي فاتت او الكام يوم اللي فاتت يعني كانت في تدعيمات مميزة جدا، واللي كان يعني باين جدا من خلال مجلس ادارة نادي الزمالك مدى احتياجه لعناصر جديدة تقدر تخدم وتقدر تفيد وتفرق مع الفريق بشكل كبير. رغم عايز اقول لكم الوقت الصعب اللي بيمر بيه النادي، الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي بيمر بيها نادي الزمالك خلال الفترة اللي فاتت، لكن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب عمل تعاقدات بصراحة الكام يوم اللي فاتوا أو كانوا شغالين بقى عليها على مدار الأيام اللي فاتت، هي تعاقدات زي ما أنا بقول فعلا لو تيجي تبص على مستوى الأعمار، لو تيجي تبص على مستوى الأسماء اللي تعاقد معها مجلس إدارة نادي الزمالك ففعلا يبين، وحاجة بتدل للناس ماشيين باستراتيجية وماشيين بوجهة نظر وماشيين بتخطيط يعني إن شاء الله يقدر ينقل نادي الزمالك في مرحلة تانية وينقل نادي الزمالك لحتة تانية خالص. الميركاتو الحالي نادي الزمالك هو حديث السوشيال ميديا وحديث الصحافة الرياضية والمصرية، وكأن نادي الزمالك يعني منتعش ماديا بقى، مش بيمر زي ما أنا بقول لكم بفترة اقتصادية صعبة. اما انت تتعاقد دلوقتي مع 7 8 لعيبه ولسه في لعيبه تانية، وعايز اقول لكم ان الزمالك رسميا بقى اعلن حالا التعاقد مع عبد الله السعيد. حالا هوري حضراتكم وهنقدم لحضراتكم الفيديو الخاص بتقديم لاعبنا الجديد، واحد من افضل لاعبي الكره المصريه مهما الناس اتكلمت ومهما الناس حاولت. عبد الله السعيد واحد من
اللعيبه القليلين اللي دخلوا نادي المئه على مستوى الاهداف، واحد من اللاعبين القليلين المميزين في مركزهم اللي جم في تاريخ الكره المصريه. فكانت خطوه مهمه جدا جدا من مجلس الاداره التعاقد مع عبد الله السعيد، وعبد الله السعيد يمكن ضحى وعمل حاجات كتيره جدا عشان يكون موجود في نادي الزمالك خلال الوقت الحالي. وعلى فكره زي ما احنا عارفين برضو عبد الله السعيد بالتحديد كانت رغبته يعني من كذا سنه فاتوا انه يبقى موجود في نادي الزمالك، لكن خلاص بقى المره دي يعني ما كانش فيها بالنسبه له هزار، وما كانش مستحمل اكتر من كده ان هو ينضم لنادي الزمالك اللي هو نفسه اكيد يحقق انجازات فيه ويحقق حاجات فيه. وبعض الناس اللي بتتكلم على عبد الله السعيد وسن عبد الله السعيد، هقول لكم كل حاجه بتخص ان شاء الله لاعبنا الجديد المميز الكبير عبد الله السعيد، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معانا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وقبل الفاصل كنت بتكلم مع حضراتكم عن القيمه الكبيره واللاعب الكبير اللي انضم لنادي الزمالك طبعا الكابتن عبد الله السعيد. ويمكن في كام لعيب كده في تاريخ الكره المصريه بالنسبه لهم العمر مجرد رقم، عبد الله السعيد واحد منهم. كابتن حسام حسن لعب لحد كام سنه بنفس الاداء وبنفس الامكانيات؟ كابتن احمد حسن لعب وعنده كام سنه بنفس الامكانيات وبنفس كل حاجه يعني كان موجود عليها وقت ما طلع؟ فعبد الله السعيد واحد من اللعيبه دي. عايز اقول لكم ان الفيديو اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي عبد الله السعيد يعني كان عامله الساعه 8 الصبح يوم الخميس اللي فات، فده لو هيدل على ايه؟ ان حتى اللاعب هو في هذا السن محافظ على نفسه، بيصحى بدري، بينام كويس، عارف يعني ايه لاعب كره قدم، لعيب محترف بمعنى الكلمه. وده يمكن اللي مخلي عبد الله السعيد في المكان اللي هو فيه. وحتى لو نبص على الارقام اللي عملها واللي محققها عبد الله السعيد في اخر بس كام شهر فاتوا او في اخر 6 شهور فاتوا، هتعرفوا قد ايه قيمه عبد الله السعيد الكبيره. ويعني لو حد قال لك عبد الله السعيد كبر وانتهى هتقول له ايه؟ بالظبط كده. عبد الله يا عبد الله مستنيينك تقدم ابداعاتك، مستنيينك تقدم امكانياتك الكبيره ان شاء الله اللي تقدر تفيد بيها نادينا العظيم نادي الزمالك خلال الفتره اللي جاي. ملف بقى المدير الفني الاجنبي الجديد اللي ان شاء الله خلاص هيبقى موجود النهارده، مستر جوزيه جوميز اللي تعاقد معاه نادي الزمالك. فرغم بقى كل الناس اللي كانت بتستعجل الاداره وبتقعد تتكلم وبتنزل اخبار ان يعني الاداره لازم تتعاقد مع مدرب او مدير فني اجنبي لفريق نادي الزمالك، فالاداره زي ما كان ليها رؤيه في التعاقد وزي ما كان ليها رؤيه وحنكه ومهاره في التعامل مع كل الملفات اللي تم حلها خلال الفتره اللي فاتت، كان ليها برضو نفس الرؤيه ونفس الخبره مع التعاقد مع مدير فني مميز، ونفذتها بقى بكل احترافيه. ويعني زي ما احنا شفنا مستر جوزيه جوميز اللي تعاقد معاه نادي الزمالك يعني مدير فني كبير، مدير فني مميز، تاريخه يعني الناس كلها خلاص جماهير نادي الزمالك اكيد دخلت بقى على المواقع ودخلت على النت وشافت تاريخ الراجل الكبير اللي تولى انديه يعني ليها اسمها خلال السنوات اللي فاتت. لو قلت اهلي جده، لو قلت التعاون، لو فتره عمله مع بورتو وبنفيكا ويعني انديه كبيره جدا ومميزه جدا بصراحه كان موجود فيها مستر جوزيه جوميز اللي كان بالمناسبه يعني في بدايته كان مع البروف واحد من المدربين المميزين في تاريخ نادي الزمالك جيسوالدو فيريرا. وان شاء الله برضو اكيد بنتوقع له ان شاء الله ان هو يقدم مستويات ويقدم اداء مميز مع نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. وزي ما انا بقول لحضراتكم الصوره اهي مع البروف مستر جيسوالدو فيريرا يعني كانت في بدايته، وزي ما بنقول كده يعني من ريحه الحبايب، الحبايب طبعا جيسوالدو فيريرا. وان شاء الله بنتمنى مستر جوزيه جوميز يحقق ان شاء الله يعني اكتر كمان من اللي حققه جيسوالدو فيريرا خلال السنوات اللي فاتت. وادي كمان يعني مستر جيسوالدو فيريرا يعني بيبارك للراجل وبيقول له يعني اللي انا بتمنى لك كل التوفيق مع نادي الزمالك، واحد من اكبر الانديه في القاره الافريقيه. ويعني
بصراحه يعني دي الحاجات الحلوه اللي بنشوفها ما بين المدربين، واكيد مستر جوزيه جوميز اكيد كان ليه كلام مع مستر فريرا، واكيد كلمه عن اخر فتره وكان موجود فيها وعرف منه حاجات عشان ان شاء الله يعني يكون على درايه كامله بالكره المصريه وبنادي الزمالك اللي سمعته اكيد يعني اشهر من نار على علم كده في القاره الافريقيه وفي الشرق الاوسط بشكل عام. لكن هنا بالتحديد يعني ما ينفعش ننسى ابدا نوجه الشكر للكابتن معتمد جمال على الفتره الصعبه والفتره المهمه اللي تولى فيها مهام المدير الفني وتولى فيها مسؤوليه فريق كبير ونادي كبير زي نادي الزمالك، وزي ما احنا بنقول كده يعني عبر او عدى بسفينه نادي الزمالك لبر الامان، وبالتاكيد دوره الفتره اللي جايه هيبقى مهم جدا 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 جدا. كابتن معتمد جمال هو اللي كان متعايش وعايش مع اللعيبه خلال الفتره اللي فاتت، فاكيد كل ده هينقله لمستر جوزيه جوميز، فان شاء الله اكيد بنتمنى كل التوفيق لكل الجهاز الفني لنادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. وعايزين برضه يا جماعه ان كل اللي تم في نادي الزمالك ولسه ان شاء الله كمان هيتم خلال الفتره اللي جايه، كل ده بصراحه حاجات يعني لو دلت على شيء فهي بتدل على ان في ناس، في مسؤولين، في مجلس اداره فعلا مخلص لاسم وسمعه وعراقه نادي الزمالك الكبير، اللي الناس فعلا من خلال شغلها ومن خلال كل اللي عملته والملفات اللي حلتها خلال الفتره اللي فاتت، ناس فعلا عارفه يعني ايه مسؤوليه تولي نادي كبير، ناس فعلا عارفه يعني ايه مسؤوليه ان انت تبقى مسؤول على نادي بحجم وقيمة وجماهيرية نادي الزمالك العظيم. ونسب ما قاله الزمالك أولا ما كانش كلامه خلاص، كان فعلا أفعال. وبرضو رغم كل ده يعني عزيزي الزملكاوي لو ما كانش فيه كل المشاكل دي بقى، لو ما كانش فيه مشاكل القيد، لو ما كانش فيه كل الأعباء من لعيبة بقى جت قبل كده يعني بسبب السنوات اللي فاتت لعبت ساعتين ومشيت وفي الاخر بتطالب نادي الزمالك بمبالغ كبيره، لو ما كانش فيه النادي ده بيطالبك بملايين والنادي ده بيطالبك، كان نادي الزمالك وضعه هيبقى ايه؟ كان هيبقى حاجه ثانيه وثالثه ورابعه غير كده. لكن برغم كل ده فاللي حصل دلوقتي انجاز، ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس. فده بصراحه كان واجب علينا ان اي حد بيشتغل واي حد بيتعب لازم نقول له شكرا. وشكرا على فكره مش كفايه ابدا، الثقه لسه ما زالت وموجوده وهتظل وهتكبر اكتر واكتر خلال الفتره اللي جايه في مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب، اللي بالحاجات اللي عملها وبالشغل اللي معمول خلال الوقت الحالي وحتى وقتنا هذا هو بيطمع جمهور نادي الزمالك وكل الزملكاويه اكتر واكتر ان شاء الله في ان هو يسرع خطوات إعادة نادي الزمالك لمكانته الطبيعية، لمكانته المعهودة. يعني أنتم بقى اللي حطيتم المسؤولية دي عليكم، وأنتم اللي طمعتوا كل الزملكاوية كل جماهير نادي الزمالك، فإن شاء الله جماهير نادي الزمالك كلها ثقة فيكم، كلها دعم ليكم خلال الفترة اللي جاية وخلال السنوات اللي جاية إن أنتم ترجعوا نادي الزمالك تاني لمكانته الطبيعية كواحد من أكبر القلاع الرياضية مش بس في مصر، في الشرق الأوسط. ونادي الزمالك هيرجع كما كان، نادي الزمالك هيرجع أفضل مما كان وهيبقى كبير وعظيم بكل رموزه وبكل مسؤوليه وبكل جماهيره العظيمة في كل مكان. النهاردة في فقرة سهم وكوس هيشرفني وينورني كابتن محمد حسن لاعب نادي الزمالك السابق، وهيبقى حديث بقى كروي خاص عن نادي الزمالك وميركاتو الفريق الشتوي، الميركاتو الناري اللي حصل خلال الايام اللي فاتت ان شاء الله في الجزء الاخير من حلقتنا في فقره تنال اعجاب الساده المشاهدين. دلوقتي خلونا نستعرض معاكم كل الجديد على الساحه الرياضيه الزملكاويه وفقره ايه الخبر. نهارك زملكاوي نبدا اخبارنا معاكم من عند تعاقد مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق الاول لكره القدم بالنادي لمده موسم ونصف. وقع المدير الفني على عقود تدريب الفريق لمده موسم ونصف خلال الجلسه اللي جمعته بمجلس اداره النادي، وتم خلالها الاتفاق على كافه التفاصيل الخاصه بالتعاقد. جوزيه جوميز بدا مسيرته في التدريب في منتصف العشرينيات عندما عمل كمساعد مدرب في انديه باسوش دي فيريرا البرتغاليه، كما عمل ايضا كمدرب للاحمال في عده انديه مثل
فيسنتي وبنفيكا وبورتو في البرتغال، وايضا مالاجا الاسباني وباسناتيكوس اليوناني، وتولى جوزيه جوميز منصب المدير الفني لفريق فيديدتون المجري، وبعدها تولى تدريب التعاون السعودي، وبعد كده انتقل لتدريب فريق اهلي جده ايضا السعودي قبل ان يتولى تدريب فريق بنياس الاماراتي، وايضا عاد مجددا في نفس العام لقياده التعاون السعودي. كمان تولى جوميز تدريب ريو افي، وبعدها قاد ماريتمو البرتغالي، وبعد كده تولى ايضا القياده الفنيه لفريق الميريا الاسباني، ورجع بقى بعدها للتعاون السعودي، وبعد كده تولى تدريب بونفريدينا بالدوري الاسباني، وخاض جوزيه جوميز اخر تجاربه التدريبيه رفقه تشافيش البرتغالي اللي رحل عنه في سبتمبر الماضي. يعني رحله حافله من يعني التدريب والمسؤوليه الفنيه لانديه كبيره سواء في البرتغال او في الدوري السعودي. النهارده ان شاء الله فريقنا هيستأنف تدريباته الساعه واحدة الظهر على ملعب النادي بعد الراحة السلبية اللي حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام بعد العودة من دولة الإمارات، ومن المقرر أن يقود البرتغالي جوزيه جوميز المران الأول ليه مع الفريق بعد إعلان التعاقد معاه بشكل رسمي. كمان أخطر الجهاز الفني الإداري للعيبة بموعد التدريب الأول، وهيكون بحضور الصفقات الجديدة اللي هيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة، وهيستعد فريقنا لمواجهة نادي الإسماعيلي والمحدد ليها يوم 19 فبراير الجاري في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وإن شاء الله بنتمناها تكون عودة قوية، عودة نارية لفريق نادي الزمالك. نادي الزمالك كمان أعلن عن رحيل كابتن محمد عبد المنصف من منصب مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني للفريق الأول، وكتب الزمالك في رسالة شكر عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي: شكرا عبد المنصف وبالتوفيق ليك في خطواتك المقبلة. طبعا كابتن عبد المنصف يعني الراجل بذل مجهود كبير مع الفريق خلال الفترة اللي فاتت، ومن هنا بصراحة بنقول له كابتن عبد المنصف شكرا، وبنتمنى ليك التوفيق، وبنتمنى ليك إن شاء الله كل النجاح في عملك القادم. كمان أعلن نادي الزمالك رحيل 8 لاعبين من صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الحالي، وكتب النادي عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي: شكرا لكم على ما قدمتموه في الفترة الماضية وبالتوفيق في المستقبل. طبعا ال8 لعيبة اللي أعلن عنهم نادي الزمالك هم عبد الله جمعة وحاتم سكر وعمرو السيسي وأحمد زكي ومصطفى شكري ومحمد طارق وأيضا محمد حسام بيس وكريم عبد الحق. وكان فسخ عبد الله جمعه تعاقده بالتراضي مع نادي الزمالك، وانضم عمرو السيسي الى مودرن فيوتشر في صفقه انتقال نهائيه. اما حاتم سكر حصل على الاستغناء الخاص به ووقع رسميا لنادي الاسماعيلي لمده 2.5 سنين، ويتبقى فقط الاعلان الرسمي من قبل نادي الاسماعيلي. اما احمد زكي كان حصل على الاستغناء الخاص به من الزمالك، وكريم عبد الحق انضم الى نادي الترسانه على سبيل الاعاره حتى نهايه الموسم، ومحمد حسام بيسو انضم الى نادي السكه الحديد ايضا على سبيل الاعاره حتى نهايه الموسم، ومصطفى شكري ايضا انضم الى السكه الحديد مع احقيه الزمالك في اعادته بعد 1.5 سنين، ومحمد طارق زي ما احنا عارفين انضم الى نادي المصري البورسعيدي لمده 2.5 سنين على سبيل الاعاره. كمان في 2 يعني بنتمنى ليهم كل التوفيق، هم عبد الله محمد وعلي ياسر لعيبه فريق 2003 بنادي الزمالك اللي انضموا لمودرن فيوتشر على سبيل الاعاره لمده 2.5 سنين. لسه مكملين معاكم اخبارنا، وقام نادي الزمالك بقطع اعاره لاعبه الشاب طارق علاء لاعب الوسط مواليد 2003 ليعود لصفوف الفريق خلال الفتره اللي جايه، وحصل بلديه المحله الصيف الماضي على خدمات ثلاثي الزمالك ماجد هاني وحسام اشرف وطارق علاء لمده 1 سنة على سبيل الاعاره، والزمالك اعاد طارق علاء بعد تواصل مجلس اداره نادي الزمالك مع مسؤولي نادي بلديه المحله، وتمت الموافقه بين الطرفين، وقام النادي
بتأييد اللاعب في قائمة فريق الشباب مواليد 2003 على أن يشارك معاهم هذا الموسم في بطولة الجمهورية ويتم الاستعانة به في الفريق الأول. مسؤولي نادي الزمالك شايفين أن طارق علاء أحد العناصر الواعدة اللي يمكن الاستفادة منها خلال الفترة اللي جاية، خاصة في ظل غيابه عن المشاركة الأساسية مع فريق بلدية المحل. عبد الله السعيد نروح نشوف الفيديو ونرجع مرة تانية. دلوقتي يلا بينا نروح نشوف أجواء بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار اللي مليانة دايما بالمفاجآت في فقرة نهارك كان. نبدأ فقرة نهارك كان من عند منتخب الكونغو الديمقراطية واللي تأهل لدور قبل نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز على نظيره غينيا بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت المنتخبين امبارح على ملعب الحسن وطرة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في الوقت الحالي في كوت ديفوار. وأحرز أهداف المباراة لمنتخب الكونغو كل من تشانسيل ميمبا في الدقيقة 27 وبعد كده يوان ويسا في الدقيقة 65 من ركلة جزاء وآثر ماسوكو في الدقيقة 82 من ركلة حرة مباشرة، بينما جاء هدف منتخب غينيا الوحيد عن طريق محمد بايو في الدقيقة 21 من ضربة جزاء. وهيلعب منتخب الكونغو الديمقراطية مع الفائز من كوت ديفوار ومالي يوم 7 فبراير على ملعب الحسن وتر. أيضا تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز على أنجولا بهدف دون رد ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية. هدف المباراة الوحيد لمنتخب نيجيريا جه في الدقيقة 41 عن طريق لوكمان لاعب المنتخب النيجيري، وألغى الحكم هدف تاني لمنتخب نيجيريا عن طريق فيكتور أوزيمين في الدقيقة 75 بداعي التسلل عقب الرجوع إلى تقنية الفار. ومن المقرر أن يلاقي منتخب نيجيريا مع الفائز من مباراة الرأس الأخضر ضد جنوب أفريقيا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المباراة إن شاء الله اللي هتتلعب النهاردة الساعة 10 مساء. دلوقتي خلونا ناخدكم ونروح نقول لكم كل الجديد على الساحة العالمية وفقرة نهارك علني. رئيس القلعة البيضاء في ضيافة المحبين، هو ده عنواننا النهاردة في لقطة اليوم. فدي هدية الرابطة لحضرتك، وده الكوفية بتاعت الرابطة هنا في حلوة أوي دي بوحة. أنا كنت فاكرين منكم أنتوا لابسينها وأنا ما عنديش واحدة. وعندك الرابطة في قطر هنا يعني من أقوى الرابطات في الخليج، وحتى لما العضويات أكتر من ناس اشتركت كانت أعذبها. لا أنا بالعكس احنا جاهزين، يعني جاهزين أي حاجة من الزمالك في قوة مننا، وإحنا خدامين الزمالك يعني متفائلين بحضرتك كتير جدا والعشم كبير وإن شاء الله حضرتك عشمنا فيكم أكبر والله. يعني زي ما شفنا كده دي رابطة محبي نادي الزمالك في قطر، والكابتن طبعا هيثم فاروق واحد من يعني كباتن نادي الزمالك الكبار، وزي ما احنا عارفين يعني جماهير نادي الزمالك ومحبي نادي الزمالك دايما موجود في كل الدول العربية، ورئيس نادي الزمالك الكابتن حسين لبيب يعني ان شاء الله بيحضر كمان لحاجة جديدة ومفاجأة ان شاء الله تسعد كل جماهير نادي الزمالك خلال الأيام اللي جاية. دلوقتي خلونا نظبط ساعتنا مع بعض ونروح نتعرف على أبرز مواعيد مباريات اليوم.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي وصلنا لفقره نبض 100 عقبه. خلينا نروح لنادي الزمالك وناخد فيه زميلتنا العزيزه علا القائد عشان تقول لنا كل جديد من داخل النادي. يا علا نهارك ابيض وصباح الخير عليك. تحياتي ليك زميلي العزيز خالد غانم، وصباح الفل على جماهير نادي الزمالك ومشاهدين قناه نادي الزمالك في كل مكان. ميركاتو عالمي، ويمكن هو يعني حديث السوشيال وحديث الجماهير وحديث الجمعيه العموميه، ورضا بنسبه كبيره جدا على الميركاتو. ميركاتو كده يعني خلينا نقول يعلم جيدا من اين يؤكل الكتف. امس طبعا المتحدث الرسمي لنادي الزمالك الاستاذ احمد سالم اعلن عنا المدير الفني ان شاء الله للمرحله القادمه لمده عام ونصف جوزيه جوميز. ان شاء الله يكون يعني فتحه خير على نادي الزمالك، وان شاء الله يكون يعني كما توقعنا سي في قوي الحمد لله. لكن خلينا نقول ان نادي الزمالك كمان بيستعد لبطوله كاس مصر يوم 13 مارس مع المنافس التقليدي النادي الاهلي، وكمان لسه عندنا بطوله الكونفدراليه اللي ان شاء الله عندنا لسه مباراه مع ابو سليم اللي ان شاء الله تخلينا متصدرين المجموعه، وبعد كده هنلعب بالنوك اوت اللي هو خروج المغلوب، وده يمكن بيتطلب يعني استراتيجيه خاصه. يمكن الميركاتو ده ان شاء الله هيساعدنا في عبور تلك المرحله. لكن بقى من الميركاتو وسعاده جماهير نادي الزمالك الى نادي الزمالك مره اخرى، ولكن لعبه السعاده. ومعانا ضيفنا النهارده كابتن عبد الرحمن البوهي المشرف العام على قطاع البراعم. برحب بيك ونهارك ابيض يا كابتن. نهاركم ابيض ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله زي ما انت قلت كده ميركاتو يكسر الدنيا، ومدرب ان شاء الله يعمل التوليفة اللي تغير مسار فرقة الكرة عندنا اللي هي الفاكهة بتاعتنا. واحنا كمان في اليد اسمنا اساسا الكوماندوز، فانا هتكلم عن اليد. لعبة السعادة بقى كمان كما اطلقنا عليها، لانها اللعبة دايما اللي بتجيب لنا الفرحة. يمكن كل الالعاب بتجيب لنا الفرحة، لكن لعبة الهاندبول كمان بصفة خاصة ليها كده معزة كبيرة في قلوب الزملكاويه. الحمد لله، ويعني ربنا دايما دايما ان شاء الله يقف معانا. واوريدي الكوماندوز باينه قوي سمعتهم، وفي نفس الوقت كله بيكمل على الخط اللي اساسا رسمه اكابر كره اليد في مصر وفي نادي الزمالك. الله يديله الصحه الدكتور كمال درويش والمهندس الوزير حسن صقر وكابتن حسين لبيب ومجموعه كبيره طبعا، عشان يعني ما ننساش حد او يعني ما اقولش اسمه والاسم التاني يجي في الترتيب. يعني كتار وكبار ومهمين جدا، ويمكن قلنا دايما الهاند بول ليه سيستم، والسيستم ده محطوط من ايام دكتور كمال درويش بيمشوا عليه الناس الدنيا كلها، ويمكن نجاحه بيبان مع كل حد بيجي يتولى المهمه. لكن خلينا بقى نتكلم عن قطاع البراعم وازاي بيتم الاختيار يا كابتن، وايه البطولات اللي حققناها الفتره الاخيره. هو لسه البطولات لسه احنا الموسم شغال، لكن للأمانة أنا ما بجملش وطول عمري ما بجملش من قديم الأزل، والناس عارفة عني أعوذ بالله الكلام ده. يعني الكابتن حسن يوسف رئيس الجهاز في دماغه فكر، إذا ربنا وفق وكمله وقدر يحط الأساس بتاعه من دلوقتي إلى حد ما ابتدى ياخد خطوات فيه، لكن كل الثمار دي كلها مش هتبان دلوقتي، من بداية الموسم وحسب سياسة الإدارة مع سياسة الجهاز في الاتفاق على نمط معين في الشغل أو في توضيب البيت. أنا هسميه توضيب البيت لأن احنا اوريدي الحمد لله البيت أساسا كان متوضب، بس في شوية خروقات تنظيم بقى، تنظيف يعني تنظيم آخر، في تغيير جلد شوية طبعا، في يعني عندنا الدرجة الأولى فاكهتنا طبعا بتاعت كرة اليد هي الدرجة الأولى، وفي نفس الوقت فيها طبعا الأساطير اللي احنا مش هنقدر نوفيهم حقهم في الفترة اللي فاتت، وإن شاء الله ليهم إيد طولة في اللي جاي زي الأسطورة بتاعتنا أحمد الأحمر. أنا ما بجاملش، وهو مش ابن أخويا هو ابني. فأساسا طول ما الناس موجودة بالتواصل ده هتلاقوا النتائج إن شاء الله إن شاء الله
في المعقول يعني. يا كابتن امم افريقيا لسه حاصلين عليها يمكن عمود نادي منتخب مصر كله من نادي الزمالك، وده يمكن يعني تسبب في ان احنا يعني امتلكنا البطوله. انا قلت الكلام ده قبل كده ومش حمل من تكراره، ان العصب الاساسي والعمود الفقري في منتخبات مصر في اليد نادي الزمالك. حراسة المرمى هو ابن الزمالك، راح احترف محمد علي ده، يعني انتوا شفتوه في النهائي كان عامل ازاي، غول ابننا ويعني احنا من قطاع عندنا طبعا طبعا. وقلت انا قبل كده في احاديث سابقه ان العصب الاساسي بصوله، مين باك رايت، مين باك ليفت، مين الهاف، مين الحارس المرمى، مين الاجنحه، هتلاقيهم زمالك وبيكملوهم طبعا بقيه الفرق، الناس مميزه طبعا كلهم طالما في منتخب مصر والنتائج صح مميزين، بس العصب الاساسي واللي بيربط الدنيا كلها لعيبه الزمالك. واخدين على المكسب يا جماعه، واخدين على المكسب فبيحاربوا. يعني احنا لما بنبقى مثلا رقم اتنين او حاجه بتبقى حاله حزن كبيره داخل القطاع في النادي، ويمكن مش متعودين حتى على رقم اتنين، لا احنا دايما الاول البطوله، دايما بنخش المنافسه، لا عينينا على الكاس، عينينا على الدوري، ما عندناش تواني في حاجه زي كده. طبعا هو ده، بصوا والله انا بتكلم وبصدق، في فترات بنطلع التاني بنتعادل او يعني ما بنخسرش، بس بنطلع كاننا خسرانين، لان اساسا الفرقه من زمان من نقول من السبعينيات يعني المكسب رقم واحد، مش هو خلاص بقت التيمه بتاعت نادي الزمالك في كل السنين اللي فاتت دي، حتى ولاحظوها بيجي مثلا صفقه بتخش في العجينه، انا قلت قبل كده هي العجينه على طول بيخش جواها، بيبقى بيحصل دم بسرعه جدا يعني. والمساعد الاكبر بيبقى الـ عاوز اقول ايه، اللي الناس اتربت عليه جوه الفرقه دي، يتغير الجيل مهما اتغير هو اللي محطوط بياخد اللي جاي، يعني مثلا احمد الاحمر في وجوده بيخش بقى البوهي، يخش محمود، يخش شافعي، يخش بيخش هو جاي غريب، لا في يعني باقصى سرعه خش. دي شخصيه الزمالك ودي الشخصيه اللي بتفرض اي حد علينا، وانا بشكرك جدا كابتن بوهي على اللقاء المثمر ده، ودايما كده منور قناه نادي الزمالك. الله يخليك، المكان منور بوجودكم ودايما منورينا ان شاء الله. خالد طبعا ده كان لقائنا مع لعبه السعاده طبعا وكابتن البوهي، ودائما كل العاب نادي الزمالك تكون مصدر سعاده لجماهيرنا، وبالتاكيد يا خالد عوده ليك مره اخرى. بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا علا القائد، واكيد بنشكر كابتن البوهي، واكيد يعني بنتمنى كل التوفيق لكل الالعاب المختلفه داخل نادينا نادي الزمالك. وفي اخبار نبض ميت عوبه النهارده، فاز الفريق الاول لكره اليد بنادي الزمالك على نظيره سموحه بنتيجه 30-21 في المباراه اللي جمعتهم امبارح على صاله الاخير ضمن منافسات الدور الثاني لبطوله دوري المحترفين، وقدم لعيبه الزمالك اداء رائعا خلال مجريات اللقاء، وانتهى الشوط الاول بتقدم الفريق بنتيجه 13-11 قبل ان يواصل كوماندوز اليد تفوقهم في الشوط الثاني، لتنتهي المباراه بفوز ابناء القلعة البيضاء 30-21. ومن المقرر ان يلتقي يد الزمالك مع نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 6 مساء على الصاله المغطاه بنادي الزمالك، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني لدوري المحترفين لكرة اليد. بعد ما خلصت اخبارنا في نبض ميت عوبه، تعالى دلوقتي نروح على مدارككم الافتراضي الشارع الابيض. اهلا بحضراتكم في الشارع الابيض دلوقتي، خلونا نروح نشوف موضوع حلقتنا النهارده واللي كان بيتكلم عن عوده الفريق للتدريبات تحت قياده مستر جوزيه جوميز. تعالوا كده ناخد اراء ورسائل جمهورنا على السوشيال ميديا، وخلونا نبدا من عند يوسف احمد. صبح عليك يا يوسف، بيقول بالنسبه لعوده التدريبات ان شاء الله تكون عوده جيده للزمالك بقياده جوميز، وان شاء الله يحقق كل البطولات وتكون اول بطوله
كأس أكيد يعني كأس مصر أو كأس الكونفدرالية إن شاء الله الاثنين. وتحياتنا ليك يا يوسف. مو رضا بنصبح عليك وبيقول أول يوم تدريبات بالصفقات الجديدة لازم يكون في الوعي والنظام والخطط لكي ينسجم الفريق بالكامل وإيجاد الروابط والروح بين كل اللعيبة، وده دور أولا اللعيبة الكبيرة زي شيكابالا وعبد الشافي وعمر جابر وحتى عبد الله السعيد لأن عنده الخبرة الكافية ليكون كابتن من كباتن الفرقة وبالذات اللعيبة الجديدة، وبالتوفيق للنادي الملكي والعودة للمسار الصحيح. عبد الحفيظ السبعاوي بنصبح عليك وبيقول جوزيه جوميز مدير فني كبير وان شاء الله مع كل الصفقات الجديده تكون بدايه جديده لنادي الزمالك للفوز بكل البطولات القادمه، وبالتوفيق لنادي الزمالك وان شاء الله زملكاوي لاخر العمر. محمود ابن الزمالك بنصبح عليك بيقول طبعا حاجه حلوه وبدايه جديده، بدايه تصحيح المسار والمنافسه على البطولات ان شاء الله خير لصالح نادينا الحبيب. احمد الضوي بنصبح عليك يا احمد بيقول انا شايف انه اضافه كبيره طبعا للفريق كمان بعد الصفقات الجديده دي، وان شاء الله يقدر يقدم مستوى رائع مع الفريق، بس بتمنى ان كابتن معتمد جمال يكمل معاه لانه مصري وعارف اللعيبه، واحنا داخلين على نهائي كاس مصر ونهائي الكونفدراليه لسه يعني في الكونفدراليه ومفيش وقت ان لسه يتعرف على اللعيبه ويجرب، فكابتن معتمد عارف اللعيبه وبتمنى يكمل معاه. وتحياتنا ليك يا احمد. يعني بنشكر كل جمهورنا على السوشيال ميديا على هذه الرسائل، وان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك وللفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك مع تولي مستر جوزيه جوميز خلال الفتره اللي جايه. دلوقتي خلونا نطلع لفاصل سريع ونرجع لكم بعديه بقى في الجزء الاخير من حلقتنا عشان يشرفنا ومنورنا كابتن محمد حسن لاعب نادي الزمالك. الفاصل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، ودلوقتي وصلنا للجزء الاخير من حلقتنا فقره سهم وخوص. خلينا نرحب بكابتننا كابتن محمد حسن نجم نادي الزمالك السابق. كابتن محمد منورني ومشرفني وصباح الخير عليك. صباح الخير يا كابتن خالد وعلى جمهور نادي الزمالك الحبيب كله في كل مصر ان شاء الله. طبعا منورنا ومشرفنا يا كابتن محمد. وفي البدايه خلينا نبدا معاك من اخر حاجه حصلت غير طبعا الصفقات المميزه اللي ابرمها مجلس اداره نادي الزمالك، وهو تعاقد نادي الزمالك مع مستر جوزيه جوميز. والله انا الفتره دي ان كان الزمالك محتاج فعلا مدير فني اجنبي عشان الصفقات اللي جايه كلها. طبعا الكابتن معتمد يعني انا عايز اشكره هو والجهاز كله لان هم عملوا عليهم واشتغلوا في ظروف صعبه جدا وطلعوا افضل شيء وخدوا البطوله الاخرانيه وهم بيلعبوا اهل جده وقبلها الرجاء الرجاء وعملوا اداء ممتاز. طبعا الفتره المباريات اللي كانت قبل كده اللي كان فيها خساره كابتن كان بيجرب، يعني دي مباريات وديه فهو كان بيجرب اللعيبه الثانيه عشان يستقروا مين اللي هيكمل ومين اللي هيقدر يطلعوه اعاره او ينتهي التعاقد بتاعه. فالزمالك اختياره لجوميز ان هو مدير فني اشتغل في الدول العربيه، عارف ظروف العرب عامله ازاي لان هو اشتغل في التعاون وفي اهلي جده على ما اظن يعني، وكان في التعاون عامل موسم ممتاز. اول موسم ليه لما جه في الفتره الاولانيه كان الدوري السعودي في الدوري السعودي كان عامل موسم ممتاز. فان شاء الله هو شاب وعنده افكار جديده وانا طبعا يعني هنا عايز اشكر مجلس الاداره عشان حاجات محدده ان هم قدروا يحلوا المشاكل اللي كانت واقفه، فك القيد واستقطاب صفقات حجز على ارصده وكل الكلام ده يعني كتير الله يعينهم جم في وقت يعني صعب جدا ان هم قدروا يفكوا الحاجات دي كلها وان هم يجيبوا صفقات. ممكن يكون في ناس كتير شايفه ان مش اسامي رنانه ولامعه، ما فيش غير عبد الله السعيد هو اللي حاجه اسم كبير، لكن هي الكره ما بتعترفش بالاسماء الرنانه قد الاداء في الملعب وقد الفريق محتاج ايه. لا بس يا كابتن برضو اللعيبه يعني اغلبيه اللعيبه و90% من اللعيبه اللي جم مؤثرين وليهم بصمه واضحه
في الفرق اللي كانوا موجودين فيها. طبعا هم في فرقهم ممتازين، واحنا جبنا اقوى ناس، لكن انا بتكلم على الجمهور يعني عبد الله السعيد هو اللي ايه نجم كبير، لكن دول كلهم لعيبه ممتازه، مهاب لعيب ممتاز وزياد لعيب ممتاز، لعيبه شباب كمان يقدروا كابتن يدوك اربع وخمس وست سنين عشان تبني عليهم الفتره بالزبط. اللي جايه فريق بالزبط. قوي في الفتره اللي جايه كلها بالزبط. فان شاء الله احنا بنتمنى التوفيق للجهاز الجديد باللعيبه الجديده، يقدر يعمل توليفه ممتازه في الفتره اللي جايه، والزمالك يرجع يحصد البطولات كلها ان شاء الله. طب شايف يا كابتن برضو محمد المدرسه البرتغاليه بالتحديد في التدريب، شايف كان ليها دور ان مجلس الاداره يتعاقد مع مدير فني برتغالي نظرا طبعا للنجاحات اللي قدمها يعني بالتحديد برضو المدربين البرتغاليين مع نادي الزمالك، واكيد ابرزهم مستر جيسوالدو فيريرا؟ هو البرتغاليين الكره عندهم قريبه شويه من لعب المصريين، وبعدين هم عندهم يعني ايه يعني ذكاء شويه في التعامل، فبيقدروا يوصلوا للاعب المصري بسرعه، فهو كان الاختيار موفق يعني. ما ان الفتره دي كنا محتاجين واحد من المدرسه دي هيقدر يتعامل بسرعه واشتغل كتير في الدول العربيه، هيقدر يفهم طبيعه اللاعب المصري بسرعه يعني. طب يا كابتن بقى لو عايز اكلمك بقى عن التدعيمات، زي انت حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي التدعيمات اللي انت طبعا تابعتها وشفتها، يعني عبد الله السعيد عندك، مهاب ياسر وزياد كمال، وفي محمد عاطف، يعني لعيبه كلها مميزه، شايف مين ممكن يبقى فرصه اكتر في المشاركه في الوقت الحالي اللي هو يعني يا كابتن ما يحتاجش وقت ان هو ينسجم ويبقى عايز يعني زي انت عارف عدد من المباريات ان هو يعني ينسجم بشكل اكبر مع الفريق؟ بس هو طبعا عبد الله السعيد نجم كبير ده خلاص موضوع منتهي. ناصر ماهر هيبقى اضافه قويه، ان هو احمد حمدي، واحمد حمدي هيبقى لعيب مؤثر، بس هو بقى حسب يعني المدير الفني هيحطه في انهي مركز. يعني هو بيلعب هاف وبيلعب 8 وبيلعب 10، احنا عندنا ناصر ماهر يقدر يلعب 8 ويلعب 10. دي الصفقات يا كابتن او التدعيمات اللي هتخليك انت كمدير فني يبقى عندك حلول حريه، يبقى عندك اختيارات غير الفتره اللي فاتت، يعني انت اكيد حضرتك كنت شايف وعارف يعني. هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو، دي برضو من الحاجات الايجابيه اللي انت بقى في كل مركز عندك دلوقتي لاعبين وثلاثة. بالظبط الحاجات اللي انا كنت بعذر مثلا كابتن معتمد فيها، الناس كانت بتقعد ساعات تتكلم، المدير الفني اما بيجي يتحاسب انت بتتحاسب على ايه؟ اداء. اللي بيتحكم في الاداء شغل وطريقه، لكن الاوراق بتاعتك اللعيبه انت بتلعب على قد امكانيات اللعيبه اللي متواجده. فطبعا دلوقتي كل مركز فيه 2 و3، هيدي حريه جامده جدا للمدير الفني ان هو يقدر يظهر بافضل صوره ليه. طب شايف يا كابتن برضو عدد الصفقات اللي يعني اللي جه في الوقت الحالي ممكن يخليك في الصيف اللي جاي يعني اللي انت ما تبقاش برضو عايز صفقات يعني ممكن تتحرك بس في 2 لعيبه او 3؟ احنا محتاجين مهاجم سوبر. احنا الهاف رايت اجنبي. اجنبي ويجي معاه حد يعني لو ناصر منسي مكمل خلاص يبقى يجي مهاجم اجنبي قوي، لان الزمالك بيوصل للجون كتير جدا، بس عايز مين اللي يقدر يفنش على المرمى. احنا الفتره الاخرانيه سيف الجزيري لما ما كانش بيبقى في حالته ولا اوباما ما بنقدرش يعني نجيب نسجل كتير، فاحنا محتاجين مهاجم قوي هيفرق معانا. طبعا احنا جبنا حمد اللي هو المساك، ممكن نجيب واحد تاني في المكان ده، مش لازم يكون اجنبي، ممكن يكون مصري قوي عشان المكان ده بقى ننساه، لان هو كان عامل لنا مشكله. دلوقتي رجع لك الونش. الونش انت شفت حضرتك كنت لسه بتتكلم على مباراه اهلي جده. ممتاز. ايه رايك يا كابتن؟ ممتاز. يعني انت حسيت للحظه ان اللعيب ده بقى له سنه ولا سنه ونص ما بيلعبش؟ قائد في الملعب هو طبعا، وخبره كبيره، عمل معانا فرق، بس احنا برضو ايه حضرتك عارف المكان ده مؤثر، واللي بيلعب فيه صعب تبدله، فاللي بياخد وقف او لا قدر الله اتصاب لازم يبقى عندك اللي بنفس الكفاءه يسد في المكان ده. ان احنا يعني لعب نادي الزمالك والانديه الكبيره، احنا ليه بنقول اللعيبه دي هنحكم عليها في اللي جاي؟ ليه؟ كل نادي ليه طريقه لعب، معلش اذا كان مثلا الداخليه او طلائع الجيش 90% من المباراه بيبقى مقفل وبيلعب على الهجمات المرتده. بالظبط. احنا عندنا مشكله، احنا نادي الزمالك من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه انت بتهاجم، عايز تجيب جول، فالجيم بيبقى مفتوح جامد. فلازم عندك سرعات وقوه ورا عشان تقدر تقفل المكان ده، وارتداد سريع في نص الملعب، ولازم عندك حد بيخلص قدام من نص فرصه بيجيب لك جول، لان انت فرقه فاتحه الملعب طول المباراه. بالظبط. فالكلام ده كله اسلوب اللعب وطريقه اللعب هتيجي تتغير
في لعيب هيقدر ينسجم بسرعة وفي لعيب مش هيقدر يخش في المود بسرعة. بالظبط. فعشان كده الفترة اللي جاية دي المدير الفني هيعمل مباريات ودية كتير عشان يقدر يشوف اللعيبة. طب يا كابتن لو عايز اتكلم معاك مركز الباك ليفت او مركز يعني الباك الشمال في نادي الزمالك بعد دلوقتي اصابة احمد فتوح مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم، يعني فتوح هيغيب حوالي من شهر لشهر ونص خلال الفترة اللي جاية مع رحيل عبد الله جمعة مع رحيل حاتم سكر، فأنت شايف مين من وجهة نظرك أنسب واحد ممكن يقدر يشارك في المكان ده؟ يعني لو هنتكلم مع أول مباراة كمان أسبوعين لسه مع النادي الإسماعيلي. عبد الشافي. يعني عبد الشافي ده لعيب كبير من الناس اللي حتى الناس بتقول لك أصله سنه كبر، هو عارف بيقف إزاي وبيتحرك إزاي وبيروح إمتى. طبعا أكيد هيتحط حد بديل في المكان ده، يعني لو عبد الشافي بيلعب لو حب يغير طريقه اللعب احنا عندنا ثلاثه محمد عاطف ومهاب وشيكابالا، طبعا شيكابالا لا مش هينفع، انما محمد عاطف صغير ماشي ومهاب صغير، الاثنين ممكن لو اتزنقنا في اوقات كتير من المباراه لو انت عايز تزود القوه الهجوميه اكتر ممكن واحد فيهم يقوم بالدور ده، لان انت خلاص انت ما عندكش حد حتى ابراهيم انضاي لعبها قبل كده. ممكن ابراهيم انضاي ممكن يأديها بس يعني انت بالنسبه لك عبد الشافي هو اول اختيار طبعا. كابتن محمد ان كان قلت في بدايه الحلقه ان في لعيبه كده في تاريخ الكوره في مصر يتعدوا على الصوابع، يعني ان هم لحد ما من اول ما بداوا لحد ما بطلوا يعني اللي هو ينطبق عليهم مقوله ان العمر مجرد رقم، ده ينطبق على كابتن حسام حسن، ينطبق على عبد الله السعيد، كمان ينطبق على عبد الشافي. طبعا لا يعني بص انا عايز اقول لك لما تشوف الكواليس بتاعت الزمالك وماتش اهلي جده واللعيبه بتستقبله ازاي والاداريين من حب الناس ليه، احنا هو في نادي الزمالك بقالنا فتره عمرنا ما سمعنا ان عبد الشافي عمل مشكله ولا اتكلم في اي حاجه، لعب لعب قعد بيأدي، يغيب يغيب بالسبع ثمان مباريات وتيجي تنزله تلاقيه في افضل مستوى، فاللعيبه دي ما بتتكررش كتير، يعني زي ما حضرتك قلت كده كابتن حسام وعبد الله السعيد وعبد الشافي لعيبه ممتازه. شيكابالا كمان شيكابالا طبعا ده نجم كبير، ده يعني ده الايقونه بتاعتنا كلها بالزبط. ده لعيب كبير في اي وقت، يعني شو تتفرج على المباراه اللي فاتت كانت مقفوله مين اللي افتتح الجيم؟ شيكابالا. بس اللعيبه دي كل ما بتكبر بتصغر مش بيها. لا بتكبر ما شاء الله يعني في اي وقت هم مهتمين بالظبط مهتمين بيتمرنوا كويس محافظين على جزء التغذيه عندهم فبيأدوا بصوره كويسه مدينا كابتن محمد الكره حقها عشان هم عارفين ان دايما لعيب الكره عمره في الكره قصير، لكن انت لازم تعمل كل اللي عليك عشان تفضل لحد اخر يعني ثانيه ليك في الملعب تفضل بمستواك للناس كلها. بقى كمان هم كمان لما يعني نضجوا اكتر العقليه فرقت خالص بالظبط، عشان احنا كده احنا بنيجي في مصر بنلاقي في لعيبه عندها امكانيات كويسه بس صغيره بس العقليه بتاعتهم مش هي اللي محدوده في التفكير شويه. مظبوط. طب يا كابتن لو اكلمك يعني الفتره اللي جايه يمكن مستر جوزيه جوميز هيبقى قدامه حوالي اسبوعين قبل ماتش مهم جدا في الدوري ماتش النادي الاسماعيلي، شايف ممكن يعني يشتغل على ايه بقى؟ يحضر في ايه؟ هل هيبقى فيه حاجات خططيه جمل تكتيكيه ولا شغل فني؟ هيلحق في الاسبوعين دول؟ هو بص يعني هو الماتش ده هيلحق هيلحق ان هو عنده كميه لعيبه كويسه جدا هيقدر يبني بيهم، بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، المشكله ان انت في المباريات الوديه المدير الفني ما بيقدرش يوصل للتوليفه الاساسيه كلها مره واحده. بالظبط. اول ما هيبتدي المباريات الرسميه هتبتدي تظهر دفوهات بقى. هو كان عايز ده يعمل كذا وده يعمل، فمش هيظهر بنسبه 100% بس هيبقى في صوره بنسبه 60 70% من القوام الاساسي اللي هيلعب، لان هو هيبتدي يستكشف بعد كده ان كان ده ممكن يلعب في المكان ده. احنا كان عندنا ده مثلا هنا احسن من هنا، هنا بيتحقق بالظبط هو بقى هيلعب بأني طريقه 4 3 3 المدرب الماتشات غير التمرين طبعا. انت ممكن يبقى عندك لعيب مكسر الدنيا في التمرين ويجي في الماتش لا دي كتير، ما انا عشان انا بمسك كتير، احنا في لعيبه بنشوفها في فترات الاعداد وفي المباريات الوديه سوبرمان واول ما بيبتدي الماتش بيستخبى عشان ما يستلمش الكوره، هي القصه كلها ان هو هيلعب بأني هو ممكن يغير طريقه لعبه بناء على امكانيات اللعيبه لان هو عنده امكانيات لعيبه كتير كويسه ففي مكان محدد مثلا زي عبد الله وناصر ماهر وفي اوباما كمان ماشي بصوره كويسه جدا الفتره اللي فاتت،
فانت دلوقتي كمان جاي على حاله فنيه ومعنويه للعيبه كلها يا كابتن الفتره اللي فاتت والبطوله اللي فاتت، وجاي لعيبه زي ما بتقول كده فايقه ورايقه، فايقه ومستواهم ثابت وعاملين مباريات كويسه، فهو هيجي عشان يغير الشكل ده. اذا ما كانش اللي هيخش على التيم احسن من اللي موجود هيبقى مشكله كبيره. يعني شايف هيبقى في منافسه قويه جدا تبقى في صالح الفريق والمدرب. طبعا هو اللي في الاخر، هو الفريق كسبان والمدير الفني هو اللي كسبان في الفتره دي. اللعيبه هتنزل طبعا من اول يوم، اي فريق بيتغير فيه المدير الفني هتلاقي الوضع مختلف، روح عاليه، اداء جامد، كل واحد عايز يحافظ على مكانته في الفرقه ان هو يبقى متواجد. هي كل المشكله اللي انا بقول لحضرتك عليها قصه المهاجم. هل سيف الجزيري راجع برضه يا كابتن؟ سيف الجزيري ان شاء الله يعني يراجع بنفس يعني بمستوى بعد الرجوع من المنتخب وكده. ومعاه ناصر وسامسون، وسامسون ماشي كويس، ما خد فرصه ماتش اهلي جده كان ممتاز ما خد فرصة. بس احنا هل احنا هنلعب بنفس سيستم اللعب اللي كنا بنلعب بيه ولا هيبقى في اسلوب لعب جديد مع المدير الفني؟ طريقة جديدة شكل طريقة جديدة بضغط من قدام فهيبقى محتاج عناصر محددة، الوضع هيختلف. شايف دور الكابتن معتمد جمال ان شاء الله مع استمراره مع الجهاز الفني الاجنبي ومستر جوميز، اكيد يا كابتن محمد هيبقى ليه دور كبير مع مستر جوميز ان هو ينقل له بقى كل الاجواء الفتره اللي فاتت وحاله اللعيبه ومستوى اللعيبه وطريقه اللعب كمان اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي ممكن تناسب اللعيبه. هو الكابتن معتمد وجوده مع المدير الفني ضروري، لان هو مهما سمع او اتفرج على فيديوهات في حاجات تفاصيل صغيره مش هيقدر ينقلها له غير الكابتن معتمد. هو اللي معاصر الفرقه وفي التمرين وفي المباريات ومر بمواقف صعبه في المباراه، فالمدير الفني الجهاز اللي كان موجود هو اللي يقدر ينقلها له. انما هو مهما شاف في التمرين مش هو ده الحقيقه اللي هيشوفها في المباريات، لازم يشوف هو بعينه وحد ينقل له الصوره كويس زي كابتن معتمد. طبعا هو اللي موجود الفتره اللي فاتت، هو اللي تولى يعني مسؤوليه مباريات كانت صعبه جدا وحضرتك كنت شايف. لا هو كان يعني معتمد كان الله يكون في عونه الفتره اللي فاتت وعمل اللي عليه، وهو اصلا من الشخصيات المحترمه جدا يعني كزميل، الراجل محترم جدا وهو مدرب كويس. فهو من افضل الناس اللي هتنقل الصوره للمدير الفني الجديد. شايف يا كابتن الفتره اللي جايه بيبقى في دور مهم جدا لكباتن الفريق زي شيكابالا، زي عمر جابر، عبد الشافي، وكمان هيدخل معاهم عبد الله السعيد كواحد من كباتن الفرقه ولاعيبه الخبرات واللعيبه يعني كبيره اكيد يعني الناس كلها عارفه قيمه عبد الله السعيد. فبرضه يا كابتن هيبقى في شغل معنوي بقى كبير جدا من كباتن الفرقه مع لعيبه نادي الزمالك وخاصه مع اللعيبه الجديده المنضمه لنادي الزمالك. هو طبعا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني شيكابالا وعمر جابر وعبد الله السعيد كلهم كانوا في جيل واحد عشان يعني لا شيكابالا وعبد الله السعيد وعبد الشافي يعني ايه وجهات النظر هتبقى متقاربه. ثانيا ان هم اصلا من نوعيه للعيبه بتحبهم، هتلاقيهم في الفتره دي هيلموا اللعيبه الجديده بالاخص. بالظبط، لان هو اصلا شيكابالا بيعمل كده مع اي حد بيجي بصراحه، لما يساعده كمان عبد الله كل دول هيخشوا هيلموا الفرقه. هتلاقي مفيش حد بعيد عن التيم وهيدخلهم بسرعه في الاجواء بتاعه النادي. وانا اظن ان يعني المدير الفني ده مستر جوميز هتلاقيه هو هيستجيب، لان هو جرب الشغل في الدول العربيه فعارف طبيعه يعني الناس العرب المصري اللاعب هيقدر يتعامل معاهم بسرعه. وبعدين هو سنه مش كبير قريب ده قريب. دي حاجه برضه يا كابتن من الحاجات الايجابيه اللي ممكن بتسهل يعني التعامل معاهم. طبعا دي هتفرق معاهم جامد ان حد من سنه كبير وهو هيبقى قريب منهم في الاسلوب وفي التعامل، هتلاقي الشخصيه هتفرض نفسها بسرعه. يمكن هو كابتن كمان مستر جوزيه جوميز يعني جاي معاه ثلاث مساعدين ومدرب حراس، فبرضه بمناسبه مدرب الحراس اكيد انت حابب توجه كلمه طبعا اكيد للكابتن عبد المنصف، واحد من ابناء النادي طبعا، واحد من اللعيبه اللي عملوا تاريخ مع نادي الزمالك سواء يعني هو لعيب وما لحقش او هو مدرب، لكن يبقى عبد المنصف اسم كبير في تاريخ حراسه مرمى نادي الزمالك. طبعا عبد المنصف ده نجم كبير وكان نجم نادي الزمالك وفي الفتره اللي كان موجود فيها. طبعا احنا كلنا اولاد نادي الزمالك، في اي وقت عبد المنصف او ايا كان يعني كابتن معتمد اسامه نبيه الناس دي كلها اي حد النادي بيطلبه في اي وقت هو بيلبي، محدش بيقدر يتاخر. هو عمل دور كبير مع حراس المرمى الفتره اللي فاتت. شفت مستوى عواد كمان؟ طبعا عواد برضه ما يقعد فتره كبيره زي دي يا كابتن ويرجع يتالق بالشكل ده بالصوره دي. فانا بقول له هو عمل دور كبير معاه، وكان في حراس بيصعدها من تحت يعني
عبد الرحمن نفاد بتاع 2003 الفتره اللي فاتت دي كلها هو الحارس الاحتياطي اللي موجود في ظل طلع معاذ كمان وطلع معاذ وفي طبعا محمد صبحي كان في المنتخب هو كان عامل شغل ممتاز بس احنا طبعا ايه دي كل واحد بيأدي الدور بتاعه وبيحترم وجهه نظر الاداره المدير الفني جاي هو متمسك بالجهاز بتاعه كامل هم عايزين يدوا له الفرصه كامله عشان يقدروا يحاسبوه في الاخر فبنشكره طبعا على الفتره اللي فاتت وبنتمنى له التوفيق ان شاء الله في احسن مكان كمان ان شاء الله طب يا كابتن محمد يعني انت واحد من ابناء النادي واللي لعبوا في النادي وضربوا في النادي ويعني عضو كمان في النادي كنت تتوقع من مجلس اداره نادي الزمالك هذا الـ 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 النجاح الكبير اللي حققوه في الفتره الصغيره دي ان هم يخلصوا نادي الزمالك من كم المشاكل والملفات اللي يعني كانت صعبه جدا اللي كانت معطله نادي الزمالك 3 سنين فاتوا ناس تيجي تحلها في 3 4 شهور احسن حاجه في مجلس الاداره ان محدش بيطلع يتكلم كتير بالظبط دي احسن حاجه بالظبط فكل الناس كانت قاعده مش متخيله وابتدت الناس تقول لا ده الموضوع هيبقى اسوأ وفوجئنا مفيش حاجه بتحصل مفيش حاجه مش عارف ايه هيجيبوا مش عارف ايه هيجيبوا فلوس منين واحنا نفسنا ما كناش عارفين صراحه مرة واحدة لقينا كل الفلوس اتدفعت وحصل في جدولة في حاجات معينة واتفتح القيد وصفقات كل ده ومحدش طلع يتكلم. طبعا احنا بنشكر كمان بالاخص الكابتن احمد سليمان ان هو كابتن احمد سليمان يمكن اكيد في صورة انت شفتها الراجل نايم يعني من التعب ما بينامش نايم جوه في المكتب بتاعه من كتر يعني الضغط والتركيز والحاجات اللي هو بيعملها يعني النادي الزمالك والفريق نادي الزمالك بالاخص بما انه مسؤول عن كره القدم طبعا ده يعني هذه الصوره بألف معنى وألف كلمه يا كابتن كل الناس بتشتغل ومحدش بيتكلم بالظبط دي كانت افضل شيء ان هم عملوا كل الحاجات دي ومحدش كان متخيل ده يخلص وده يخلص كل الكلام ده من غير ما حد يتكلم خالص فاحنا بنشكرهم على اللي عملوه لان احنا الفتره اللي جايه ان شاء الله نادي الزمالك هيبقى في وضع تاني خالص مختلف ان شاء الله بجهاز فني بلعيبه طبعا النادي الزمالك مش الكوره بس في جميع الالعاب ده جميع الالعاب خد بالك شغالين كابتن هشام نصر عاملين شغل جامد مع جدا مع احمد خالد مع زميلتنا طبعا الجميله نيره برضو في ملف العاب الصالات شغالين شغل بصراحه محترم ما انا بقول لحضرتك كل حاجه بتتعمل ومحدش بيتكلم احنا الناس هتشوف نتائج ان شاء الله النتائج دي في الفتره اللي جايه بعد الاستقرار وجلب صفقات واجهزه وتوفير كل الحاجات اللي موجوده ان شاء الله نادي الزمالك يرجع الرائد بصراحه كابتن محمد يا كل اعضاء مجلس الاداره كل حد مسؤول عن الملف هو بيشتغل فيه يعني على اكمل وجه وبشكل محترم جدا وبشكل منظم جدا عشان في الاخر يطلع بالشكل اللي يليق بنادي الزمالك لو زي ما حضرتك بتقول ملف الكوره كابتن احمد سليمان كابتن حسين السيد ملف العاب الصالات كابتن هشام نصر معاه كابتن نيره من نيره طبعا يعني كانت من اللعيبه الجامدين في النادي ومع احمد خالد حسنين ملف الاعلام استاذ هاني شكري استاذ عمرو ادهم للفتره اللي فاتت شغال على موضوع القضايا وموضوع اللي برضو اللي كان الكويت برضو اللي زي ما انت شايف نتائجه دلوقتي منظومه كلها يا كابتن في خدمه الزمالك منظومه كلها يا كابتن محمد فعلا اثبتوا ان هم ناس جايين يعني عشان يخدموا عشان بيحبوا نادي الزمالك ولا بقى باصين على مناصب ولا باصين على جاه ولا باصين اللي هو انا عملت وانا سويت والكلام ده هو احسن حاجه ان هم عملوا ايه لما قعدوا في الاول وزعوا المهام بالظبط الوضع احسن حاجه في الدنيا ان انت توزع المهام على الناس وبعد كده تحذف فكل واحد لما خد مهام بيشتغل في صمت بموت نفسه ان هو عايز يحل كل حاجه وفعلا كلهم عملوا الدور اللي عليهم وزياده فاحنا بنشكرهم كلهم واحد واحد لان هم ما فيش حد فيهم قصر انا طبعا نسيت الكابتن حسين السيد في وسط الكلام طبعا الكابتن حسين السيد يعني ده كابتننا ان انا كنت موجود في الدرجه الاولى كابتن حسين موجود برضه بيعمل شغل تحت طبعا بيحاول ان هو يطور انا طبعا ان هم يطلعوا لعيبه من 2003 ان هم ابتدوا يطلعوا لعيبه اعارات فدي حاجه كويسه جدا ان هم حتى لو هم بيطلعوا اللعيبه الاعارات دي ان احنا مثلا بنجيب لعيب وهم بياخدوا لعيب من عندنا ومعاهم 2 3 اي نادي دلوقتي يا كابتن بيتمنى ان ياخد منك لعيب من قطاع الناشئين في ظل يعني اللي قدمه القطاع خلال الفتره اللي فاتت طبعا اللعيبه اللي طلعها فطبعا احنا بنطلع لعيبه كتير وده مكسب للنادي ان احنا نطلع لعيب حتى لو ما فيش منه عائد مادي مجرد هياخد خبرات وهيكتسب نقدر نرجعه تاني والنادي يستفيد منه لو ظهر بره
فاحنا بنشكرهم على الفتره اللي هم بيعملوها ده والشغل الكبير اللي هم عاملينه، وان شاء الله نشوف نتاجه في الفتره اللي جايه دي. طب يا كابتن، لو هتوجه كلمه بقى يعني كلمه تحفيزيه او كلمه معنويه ان شاء الله لفريق نادي الزمالك وكل اللعيبه بقى الجديده والقديمه اللي موجوده في قائمه نادي الزمالك، عشان خلاص انت بقى داخل على تحديات مهمه، سواء الدوري سواء عندك نهائي كاس مصر ان شاء الله في شهر 3 ده لحد دلوقتي يعني لو الميعاد ما تاجلش. اه بالظبط. وعندك اكيد مشوارك وتكمله مشوارك في الكونفدراليه الافريقيه. والله احنا كلنا وراكو، جماهير وكل الناس اللي بتحب نادي الزمالك وراكو. ننتظر منكم الكثير في الفتره اللي جايه دي، عايزين هنرجع بصوره افضل في الدوري وان شاء الله الكونفدراليه. شايف مشوار الدوري لسه يا كابتن بدري؟ لسه بدري، ما احنا هنرجع ان شاء الله بصوره اكتر، نكسب المباراه اللي جايه دي وبعد كده بقى والكونفدراليه برضو شايف الدنيا. لا ان شاء الله، ان شاء الله هنمشي فيها كويس بمعنى الله. احنا بوجود اللي يعني انا عارف ان حكايه القيد والكلام ده مش هيبقى كل اللعيبه دي، ما فيش حد فيهم تقريبا هيبقى متواجد. لكن يعني عبد الله طبعا نظرا ان هو كان متأيد مع بيراميدز مش هيبقى موجود معاك. فاحنا اللي موجودين هيقدروا يطلعوا بصوره كويسه جدا، وهي يعني فرقه الزمالك فرقه قويه بالظبط، بس هي احنا كل القصه ان كان بيحصل فيها شويه مشاكل شويه واصابات هي اللي كانت بتبقى عامله كده، فان شاء الله الفتره اللي جايه نظهر بصوره افضل ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد، اكيد دعواتك ودعوات كل الزملكاويه نادي الزمالك ان شاء الله يرجع لمكانته الطبيعيه مره ثانيه. يعني الوقت عدى مع حضرتك بسرعه، ربنا يخليك. بشكرك يا كابتن، شكرا جزيلا. شكرا كابتن خالد، ربنا يخليك. بتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه. ربنا يخليك يا كابتن. شكرا. يعني مشاهدينا، ده كان حوارنا النهارده مع ضيفنا العزيز كابتن محمد حسن لاعب نادي الزمالك السابق. اخيرا بنتمنى كل التوفيق لكل المنظومه الجميله والمنظومه الكبيره، المنظومه المسؤوله عن نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه، وان شاء الله نادي الزمالك يرجع تاني لمكانته المعهوده ومكانته الطبيعيه كواحد من اكبر الانديه في مصر والشرق الاوسط. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، اشوفكم دايما على 1000 مليون خير.